7. 7 متأكد؟ يس. اوكي. عشان احنا قومنا 5 كويسين وواحد. السؤال واحد. السادس. هوب. في أي فيلم وردت هذه الجملة؟ سهل 3000 جنيه، متوسط 15000 جنيه، صعب 30000 جنيه. هي عرفناها يا ما عرفناهاش؟ متوسط. متوسط. اوكي. هاي السؤال ب 15000 جنيه وبيقول في اي فيلم وردت هذه الجمله؟ طويل العمر يطول عمره ويزهزع عصره وينصره على مين يا عدي؟ هاي هاي فين؟ صاحب الجلاله. ممكن تتشاور. هو صاحب الجلاله فريد شوقي كان مع المهندس. سميرة أحمد وفؤاد المهندس. أحمد. أعتقد أنه كان فؤاد المهندس كان بيقولها و... مقتنعين يعني؟ آه. زنبهم على جنبهم هم اللي تسرعوا. صاحب الجلالة إجابة صحيحة. أنت بيخدنا الجلالة. وكسبوا معانا 15000 جنيه والرصيد وصل 22000 جنيه. السؤال السابع. معركة بين المسلمين والمغول وقعت عام 1260. سهل 3500 جنيه وبرضه وسط 17500 جنيه، صعب 35000 جنيه. فخلينا ما ينفعش تتشاوروا. اختاروا لوحدكم. اوكي اوكي. معركة بين المسلمين والمغول وقعت عام 1260. ممكن تختار. جمال بيختار الصعب ان شاء الله. بس اوكي. استاذة سماح اختارت الوسط. سؤال ب 35000 جنيه وبيقول معركة بين المسلمين والمغول وقعت عام 1260. من كان قائد القوات المغولية؟ هولاكو. الله أعلم. أعتقد هولاكو أو جنكيز كان قائد التتار عموما معروف. والمغول هم تتار. هو صح. هو هولاكو. هولاكو أو جنكيز خان. فكروا. طيب It's between جنكيز خان and هولاكو يعني. بس جنكيز خان هو جد هولاكو. هو جنكيز خان يا هولاكو مش عارف. لا جنكيز خان ما كانش قائد. ما كانش فيه. لا ما كانش فيه. هو احنا طول عمرنا عارفين انه هولاكو. هولاكو. متفقين على هولاكو يعني. حتى هولاكو. لو غلط يعني. اتفقتوا على هولاكو؟ هولاكو اجابه خاطئه.